هوية بريس نحو إعلام هادف. في سابقة خطرة اقترح المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي إلى الصحراء ستيفان دي ميستيوار تقسيم الصحراء المغربية إلى شقين، واحد للمغرب والآخر للبوليساريو. وأفادت وكالة رويترز من خلال اطلاعها على تصريحات ستيفان دي ميستوار وهو يقدم إحاطته أمام أعضاء مجلس الأمن في جلسة مغلقة وسرية الأربعاء الماضي أنه دعا إلى استحضار عملية تقسيم الصحراء بين المغرب والبوليساريو كحل لهذا النزاع. وحسب المصدر نفسه قال دي ميستوار في إحاطته إن التقسيم يمكن أن يسمح بإنشاء دولة مستقلة في الجزء الجنوبي من ناحية، ومن ناحية أخرى دمج بقية الإقليم كجزء من المغرب مع الاعتراف الدولي بسيادة الرباط عليه الجزء الشمالي من الصحراء. وأكدت رويترز أن هذا المقترح الذي قدمه دي ميستوار لقي رفضا من قبل المغرب والبوليساريو، حيث شدد المبعوث الأممي على أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش عليه إعادة النظر في دور مبعوثه دي ميستوار إذا لم يتم تحقيق تقدم في الملف خلال 6 أشهر. وأكد المصدر ذاته أن دي ميستوار قال إن المغرب الذي يكسب دعما دوليا لمقترحه بشأن الحكم الذاتي عليه توسيع شرحه لهذا المقترح. هوية بريس نحو إعلام هادف.